تفضل. سيشام سيشام رانا اللي كنسير ماشي انت. دابا هاد الاخوان بثلاثه مره كيراسلونا كمجموعه مره كيراسلونا متفرقين، باقي التعامل معهم عندنا مشكله في التعامل معهم. انا عارف اش كندير السيشام، ما تبقاش تسير معايا الجلسه. القرار تاخذوه راسكم سيد الرئيس، ما عمرنا ما راسلناكم باش تفرقونا. صعيب انني نهضر ونعطي المراه حقها في دقيقه. نجاوبك ولا ندير المداخله ديالي؟ ريم شباط ما كاينش؟ دابا هاد الاخوان بثلاثه مره كيراسلونا كمجموعه مره كيراسلونا متفرقين، باقي التعامل معهم عندنا مشكله في التعامل معهم. سيد الرئيس، ما عمرنا ما راسلناكم باش تفرقونا. كيفاش انتو ما عمرنا ما راسلنا لكم باش تفرقونا نتوما؟ علم كيهضر. تفضل تفضل سيده النائبه تفضل. لا كتهضر علينا بثلاثه، لا اسمح لي كيهضر. تفضل. سيشام سيشام رانا اللي كنسير ماشي انت. هضر علينا بثلاثة حنايا ياك، على نواب ديال الجبهة. تفضل السيدة النائبة. نجاوبك ولا ندير المداخلة ديالي؟ السيد الرئيس، ما عمرنا ما طلبناكم باش تفرقونا. القرار تاخذوه راسكم. السيد الرئيس، صعيب أنني نهضر ونعطي المرأة حقها في دقيقة، لأن هي الأم اللي ولدت وربات 9 شهور وأنت ساكن في أحشائها، ما خلصتي لا ما لا كرا لا ضو لا ماكلة لا مازوط. غير في وجه هاد الأم اللي هي المرأة خاصكم تعتنيو بها في السكن، الصحة والتعليم والتشغيل، وتعطيوها الفرصة باش تمارس دورها بفعالية كالرجل، وتساهم في صنع القرارات في مختلف مجالات الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وتعطاها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين. لا خير في أمة لا تحترم المرأة لأن هي محور المجتمع. بغينا نشوف المرأة رئيسة للحكومة وتكون المناصفة السياسية ويتم إنصاف المرأة داخل الأسرة والمجتمع ككل، وما نساوش الدور ديال المرأة في بناء المجتمع. كنزة الأوربية اللي ولدات وربات مولاي إدريس الأزهر اللي أسس الدولة المغربية. شكرا شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت. شكرا. إذن يسجل في محضر الجلسة بأنه الإخوان بثلاثة ما عمرهم ما تفارقوا، إذن ما عندهمش حق باش ياخذوا الكلمة.